أشير إلى فائدة نعتني بها كل يوم في كل صباح، ألا وهي أنك تبدأ صباحك كل يوم بتفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. أمر اليوم بتمامه مغيب، لا تدري ما يعرض لك فيه، ففوض أمرك إلى الله، وبخاصة الدعوة العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وهي من أوراد الصباح، ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وصباح تبدأه بهذه الدعوة صباح خير ويوم بركة، لأنك تبرأت من حول نفسك وقوتها، من فطنتك وذكائك، من خبرتك وتجاربك إلى غير ذلك، وفوضت أمرك إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. فلنحرص على هذه الدعوة العظيمة: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهي كلمة تفويض وتوكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟